السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كيفتم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم صحه جيده وكان مزيانه ان شاء الله. المهم اخوتي، كيف ما كتشوفونا كنعملوا استعدادات باش ان شاء الله ندخلوا البركه ديالنا. راه حنا جبنا واحد البركه، اللهم يسر فيها ان شاء الله يا ربي. بغيتكم كاملين كاملين تدعوا معنا. دابا غادي نوريكم ان شاء الله في الفيديو هذا دخلنا شي سلالات ديال الدجاج اللي هما زوينين، دجاج الزينه، شي حاجه زوينه ان شاء الله غادي تشوفوا، غادي تعجبكم. دابا نتوما كتعرف العشاش ها هما عندي هنايا، كنحاول نطرق، ما عارفش كاين اللي فيها ثقبه في السقف، كاين اللي في الجنب، هذه ضروري غادي نبريكولي بريكولاج ضروري، وديك الساعه عاد غادي نطلق السلالات ديالي. كل عشه ان شاء الله غادي نطلقوا فيها سلاله، كنتمنى السلالات يعجبوكم وكنتمنى منكم شويه ديال الدعم. المهم هذا الجزء هذا من المزرعه ما كناش بيناه، تلهيتنا مع الخدمه وهذه انتم كتعرفوا باش نبقى نصور ونخدم كتجيني صعيبه شي شويه. المهم حاولت الفيديو هذا نعمله ضروري باش نعيشكم معايا المراحل ديال، والبارح جبنا شي دجاجات اللهم بارك مزيونين، ولكن ما بين ديك الدجاج كامل كاين واحد الفروج، اش غادي نقول لكم؟ حمقني قسما بالله، هذاك هو اللي غادي يكون العشير ديالي، وهو اللي غادي يكون العشير ديال القناه، وقررت انني نسمي عليه الاسم ديال بيدرا. بيدرا ولا على القلده، المهم مره كنقول له بيدرا، مره كنقول له على القلده. دابا شحال من واحد منين سمع هاد السميه كيتخايل هاد الفروج هذا كيفاش داير، وتخايل مع راسك. ومنين غادي نوري لك هاد البيدرة هذا، اقسم بالله الا مضخم غادي يعمل كا 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 غيموت بالضحك. المهم اخوتي دبركة رقعتها من السقف، السقف ما حيت ضروري السقف يترقع على حسب ديك الطيور الجريحة، السوياف والباز والى اخره، باش ما يديناش الدجاج ديالنا. دابا غادي نهبطو ندورو بها من الداخل نشوفو شنو كاين، باش غادي نطلقو اول سلالة ان شاء الله. البارح وصلوا في ال 4 الصباح، دابا لقيتونا من 6 الصباح وحنايا هنايا كنوجدوا. دابا غادي نهبطوا ان شاء الله، غادي نشوفوا من الداخل الامور ديالنا كيفاش دايره باش نطلقوا السلالات ديالنا. خليكم معنا ما تمشيو لين، محبي الدجاج، محبي الحيوانات، محبي عزيز السعيدي. اخوتي الدراكات انا وجدتهم ديال الجيوجات، دابا نعمروا لهم الماء والماكله ديالهم بعدا باش نعتقوهم، وديك الساعه غادي نجيب لكم باريخه باريخه، يعني باريخه هي جويجه تذكروا نتوا. دابا وجدنا البلاصة ديال جوج ديال السلالات، غادي نمشيو نجيبوهم، يلاه معنا غادي تشوفوا سلالات اللي هما زوينين زوينين بزاف. يلاه المهم اخوتي اول حاجة كنديرها هو اننا اي حاجة دخلت جديدة كندخلوها لغرفة العزل اللي هي العيادة المتواضعة كيف ما كتشوفوها، ان شاء الله غادي نطوروها وغادي نجهزوا هادشي كامل. كنجيبوهم لهنايا باش كيشوفهم الدكتور البيطري ديال المزرعه، كيبقى هنايا واحد المده ديال 24 ساعه يا دكتور، عاد كنقدروا كل واحد نديو بلاصتو. المهم دكتور شنو هي اول حاجه غادي نقوموا بها ان شاء الله؟ اول حاجه نصيب الدجاج من واحد المزرعه اخرى تكون زعما تداوي، هذا اول حاجه خصك تعجلو بوحدو
ودير له الدواء نتاع القنبله، لان القنبله اذا كانت عندك راه مشكل. كانت فيه ولا ما كانش فيه؟ كانت فيه ولا ما كانش؟ حنا غناخذوا الاحتياط ديالنا. وثانيا الدواء اللي غنديروا حنا كيداوي القنبله وكيداوي حتى دوك لي بارازيت الداخليين. كيولف في الكرج وكيحيد كلشي، كان حتى البرغوث ولا هذا كيحيد. الوغ القنبله عندها واحد السيستم ديالها باش تعيش. هي ما كتسكنش عند مثلا في الدجاجه، كتخرج في الليل كتاكل فيها، كتاخذ داك الدم اللي خصها وكتمشي تسكن في شقاق الحيوط صغيره. دونك علاش كنديرو حنا كنديرو له الدواء حتى ما تعرفهاش، غتكون في الدجاجه جامد على برا. انا شنو كنديرو حنا؟ تنحاولوا نديرو واحد الدواء في الجلد نتاع سميتو باش داك الحشره اللي كتبغي تاكل الدم، تكون قراده ولا تكون اي حاجه قنبله برغوث كياخذ داك الدواء. هاد الدواء اللي غنديرو هو ليفوميك، كي اباز تاع لي الموليكول اكتيف هي ليفرميكتين. كيوقع على هاد لي بارازيت كيتباراليزاو، ستادير ما كيقدروش يتحركوا. صافي كتقول لك صافي كتباراليزا كتموت، كتموت زعما 100%. الوغ حنا غنقدروا لكم الطريقه كي ديروا لنا الدواء شويه واعر هو ايفيكاس 100%. ولكن السؤال دكتور، واش هاد الدواء ممكن اي واحد يستعمله واخا ما عندوش خبره زعما؟ واخا ما عندوش خبره ما يستعملوش، خص لي دوز اكثريا اللي تيستعملو غير في فوق الجلد شويه ماشي خطير. ولكن كديرو بحال هكا اون انجيكسيون سوبيتاني تحت الجلد، خص واحد يعرف الحساب ديالو ويعرف شنو يدير. هذه اهم حاجه عندي في الفيديو ديالي وكنركز عليها، هي انني بحال هذه المعلومات هذه نوصلها للموالي، نوصلها للناس اللي مبتدئين في هادشي هذا. ما كنهضرش على ناس محترفين، كنحترمهم وراه منهم كنتعلموا. بالنسبه للمبتدئين كنحاول بحال هاد النقط نركز عليهم باش يستافدوا الناس، باش الفيديو ديالي يكون عباره عن استفاده. دابا غادي الدكتور غادي يورينا، غادي يعلمنا كيفاش غادي نستعملوا هاد ايفوميك اللي هو كيصلح لي بارازيت اللي الداخل وجميع الحشرات. يعني بالنسبه للدجاج كيبقى بروتيجي مزيان. بسم الله، غادي نبداو باول سلاله عندنا. ما غاديش نوريكم دابا سلالات كاملين حتى نكون خارج بهم ان شاء الله. المهم اول سلاله عندنا هذه سلاله بلايموث روك بارادو. المهم سلاله من السلالات الزوينين بزاف، واللي هي معروفه بالدجاج البياض واللحيم ودجاج الزينه. اللهم بارك سبحان الخالق. دابا غادي نقوموا بعمليه التلقيح ديالها بالنسبه للبارازيت. دكتور غادي يشرح لنا كيفاش الطريقه ديال الاستعمال ديالو مزيان. انا غاد هاد ليفرسين لا موليكول تاع ليفرميكتين هي تري ايفيكاس، تخدم مزيان. يعني هاد الداخليه الخارجيه وحتى الجربه اللي تكون في الرجل. دونك حنا غنحاولوا نقيو في الرجل ديالنا ولا الدجاجه قبل ما نديروها في الكاج ديالها. وبالنسبه دكتور للمده ديال العزل، شحال خصنا نبقاو عازلينهم من بعد ما نديروا مده العزل؟ لان ما كاينش غير الدواء هذا، خصنا نديروا الدواء هذا وخصنا نديروا لي فاكسان. الوغ ملي كنديروا هذا الانتي بارازيتير ما يمكنش نديروا الفاكسان، الدجاج كل شويه عيان ما غيقدرش يعطي واحد المناعه مزيانه. يعطي على درتي هذا الدواء هذا دزتي الفاكسان يمكن غتهلك غيكون مهلوك عيان. الفاكسان حتى الفيروس تيكون شويه مهدود، وغتعطيها الدواء هذا اللي قاصح شويه الا درت بعدا وجدت تلقى وحده. دونك تعطيو هذا وخلي واحد السيمانه عاد نديرو لي فاكسيناسيون ديالها. الجبه اللي غنديرو لهم تتكون ضد نيوكاستل لاباست وضد الشخره. الشخره هذاك المرض اللي كان في العينين بعد جوج تاع الامراض ديال ريسبيراتور كرونيك ولا نيوكاستل. وهذه هي الحاجه اللي كنخاف عليها انا وكنركز، وحتى في الشراء ديالي واخا كنشري الحاجه زايده ثمن كنحاول نشري من عند المولوع اللي هو يكون واخا تشري لا كارونتين لا بدا من العزل. العزل بدا من واخا سميتو ما كاينش سكنا بدا من ومن هذا المنبر هذا بغيت نوجه تحيه خاصه لواحد المولوع ديالنا بمدينه طنجه اللي هو خويا سمير اللي تعامل معنا بزاف. واحد السيد من اطيب خلق الله وعنده سلالات اللي هما اصليين جيبهم من على برا. وبلا ما نقول لكم التهلو والتلقيح، المهم كيف نلخص لكم كل شيء الولاعه على حقو طريقو. المهم ان شاء الله راني وعدني باقي
غادي نمشي لعندو المزرعه ديالو وغادي نعمل لكم فيديو وغادي تشوفوا بزاف ديال اللي راه بالنسبه للمواليع ديال الدجاج. غير تسناو هذا الفيديو هذا وتسناو المولع ديالنا. شكرا بزاف خويا سمير، كنوا جاي لك تحيه خاصه من هنا، وكنقول لك شكرا على الطيبه ديالك وعلى حسن المعامله واش تعاملتي معنا. المهم دابا غادي نديرو بالنسبه للفروج ما كان مشكل، واخا نديروها هنايا ما كان حتى مشكل. بالنسبه للدجاجه ما خصناش نديروها هنايا، خصنا نحطو شويه لتحت. علاش؟ لان الفروج ملي تيبغي يخصب الدجاجه تيقدها من لهنا. فملي غيقدها من القار ديالو يقدر ياكل داك الدواء، يقدر منو غير شويه يقدر في البلاصه يطيح. دونك القضيه اهتموا بها، الا كان الفروج ماشي مشكل، ولكن انتم من الاحسن ديما ديروا الدواء شويه لتحت. الفروج غادي يقب الدجاجه من لهنا. وفردوا البال مزيان. المسائل اللي تمشيو تدعوا الحيوانات تهبط، وهاد الحيوانات تمشي كتكون شويه غاليه، كل واحد خصو يعرف كيدير الحاجه ويديرها في بيتك. هذه نقطه خص الناس كامله تركز عليها. الو حنا غادي نحطوها نديروها هنايا لتحت، واخا الفروج حنا كنقولكم ديروها هنا، خصك تحيد الريش تماما حتى يبان الحم. بالنسبه للاطفال دكتور، نقطه واحده يعني واحد ميلل، نقطه واحده. الو دابا هنا حيدت الريش تماما، خليت غير الجلد باين. غندير النقطة ديالي نقطة واحدة كافية. كنخلي ما نقيسوش بيدي، لأن حتى يدي إلا درتها راه تيشرب الدواء ما خصوش الجلد ديالي. هاد النقطة هادي كافية، هاد النقطة كافية كتمشي في الجلد، أي حاجة اللي فيها غادي طيح، حتى حاجة. أجل اللهم بارك وزيد في ذلك. خوتي دعيو معانا. دابا خوتي غادي نديرو التلقيح للدجاجة. حاول تصبر، دخلو سي عزيز هو يدير العملية. أول مرة الصراحة غادي نقوم بهذه العملية بالنسبة للدجاج. كنشكر بزاف دكتور اللي كيعطيني بحال هاد الفرص بانني نتعلم بحال هاد المسائل اللي غادي ينفعوني ان شاء الله مستقبلا، وننفع بها الاجيال اللي جايين كيف ما كينفعونا الناس اللي عندهم خبره علينا. واحد الملاحظه اللي قلت لكم قبيله، انتم لاحظتوا هنا في الراس تاع الدجاجه هي مصلوحه. الور انا درت الدواء هنايا منتقل بان الفروج غياكل، انه غيقطها تقريبا واحد 10 ولا 12 مره في النهار. دونك شوف حتى انا كنريش غيحيد لها يمكن يشرطوا، دونك غتكون القضيه قاصحه شويه. دونك هانت هنا لان الفرج ما غاديش يجي قدام هنا، ديما الدجاجه من هنا. دابا هادشي اللي في الصورة كافي ولا نزيد؟ هادشي كافي، لان تما راه علينا اربع نقطات، وانا درت كلا البلا باش ما تمشي تبري راسك، حتى بركتي بزاف ما يخرجش الدواء بزاف. يعني السرانك اللي بغا غادي نزولها. ديروا في بالكم لان راه قاصح بزاف. الواحد يحترم لي دوز، ما فهمتيش لا دوز. كاين شحال من واحد كيقول انا غادي نتهلا وندير له بزاف. هذيك هي اكبر غلطه تاع اي حاجه، ماشي غير الدجاج، تكون بقره ولا تكون اي حيوان، هذيك هي اكبر حاجه. كيف ما كيقول لك اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. مسالم غادي دابا غادي نزول الشوكه ديالي. خلي الشوكه خلي دابا زيد لك النقطه ديك ساهله. نديرها بالشوكه باش تجيني ساهله. صح اوكي، غادي نشدو الدجاجة ديالنا هنايا في الرقبة. دابا غنديرو النقطة ديالنا هنايا. بارك مزيانة هكا؟ مزيانة، كتير بزاف، صافي ما تكال، صافي ما دير حتى حاجة. كيف ما شفتو ردة الفعل ديال الدكتور منين شافني تكيت على السرانك، القلب ديالو مشى مع ديك السرانك. يعني باش تعرفوا راه هاد النقطة هادي مهمة بزاف، بأنك تركز على لا دوز وما ديرش بزاف، وتحاول تشبر السرانك التشبيره اللي غادي تتحكم فيها. شكرا بزاف مع المده الواحد تيتعلم تيعرف شنو غيدير فوق شحال يبريك، وهذا هذه العمليه الاولى ديالو ماشي مشكل. المهم اخوتي اول سلاله غادي نجبدو، غادي نديوها غادي نطلقوها في البلايصه ديالها. خليكم معايا انا غادي نجبد لكم اول سلاله. حاولت انني نجيب الكارونت ومن كل حاجه، جبنا شي حاجه قليله ولكن انا لا غلط تقني وقع هنايا. هادو
هادو ما داخلينش معنا في الخطة، هادو ديال منين منين نتوما كتعرفوا. هذا غني على التعريف، ما كاينش شي واحد اللي ما كيعرفش هاد الدجاج هذا، ولكن يخليكم خليكم معايا ما تمشيو. لاين عندكم شي تقولوا هذا يضحك علينا ولا شي حاجة؟ أول سلالة اللهم بارك غادي تدخل مزرعة ليغورن، اللهم بارك سلالة زوينة فيهم بزاف ديال الألوان حتى هما. مهم هاد الكولور هذا اختاريته عجبني زوين. يلا نمشيو نتلقاوه في البلاصة ديالو باش يبان الجمالية ديالو، وعطينا الرأي وعطينا الرأي ديالكم فيهم. يا بسم الله يا فتاح يا رزاق يا مسهل في الارزاق، توكلت على الله. بسم الله، اول سلاله غادي تدخل المزرعه ان شاء الله. كنتمنى منكم تدعوا معنا بالتوفيق ان شاء الله، وهذه السلاله هذه نجوا منها. وباقي غادي نوريكم، احنا جبنا واحد الفقاصه اللي هي كبيره كتدير 450 بيضه، حاولنا نطوروا، بدينا بهذيك الصغيره ديال 50، دابا ان شاء الله غادي نحاولوا نطوروا المشروع ديالنا. المهم هادو بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهمش، هادو عندهم ثلاثيه الغرض. المهم هما اللحم والزينه وديال البيض، دابا غادي نحاولوا نطلقوهم. بسم الله بسم الله. هذه الانثى جبناهم، راه شفتوا الطريق عاد وصلت في 4 الصباح. اللهم بارك وزيد في ذلك. غادي نوريكم السلالة الثانية اللي حتى هي غادي تعجبكم، وتا هي من الدجاج البياض والدجاج اللحيم والدجاج الزينة، ثلاثة ديال الامتيازات فيها. دابا اخوتي السلالة الثانية، واحد السلالة اللي هي زوينة، بلايموث روك بارادو، اللي هي سلالة زوينة وتا هي ثلاثية الأغراض. الغرض الاول اللحم والبيض والزينه طبعا اللي هي كتمتع بواحد وهذه كانت هي السلاله اللي شفتوها في الاول الفيديو، طريت لها حداكم باش تعرفوا الطريقه ديال طريتمو. مهم سلاله زوينه، منين غادي تطلق في الارض غادي تشوفوها. يلا نديوها دابا، سال الوقت ديال الحجز ديالها، ودابا طمنا عليها بعد ما عملنا لها الوقايه اللازمه. اسكت، هاي 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 هاي، غادي تمشي وغادي تتمتعوا، غادي تعجبكم ان شاء الله العشيشه ديالكم. ولكن تسناو في الاخر ديال الفيديو عندك شي واحد فيكم يمشي يخرج، احسن حاجه هي بيديره على القلده، راه باقي الداخل مقلدن عليه. هذه غادي نوريه لكم، كلشي غادي يبقى يموت عليه في الضحك، وانا مراهن معاكم كلشي غادي تعجبو ديك السلاله هذيك اللي هي زوينه بزاف. يا بسم الله، مسك الجديد ان شاء الله اللي غادي تتمتعوا فيه. انا ما كنقول راني موفر لكم للمساحة. بسم الله بسم الله يا فتاح يا رزاق، الله يسخر فيكم. كنتمنى منكم اخوتي الدعوات وتكون تدعوا معنا، وكيف ما كتعرفوا هما سلالات اللي كيكونوا ظريفين، ماشي بحال ديك السلالة ناري ناري ناري. انا غادي نجبد لكم واحد السلالة وكطير مع الطيور، ديك الثقيبة هذيك الصغيرة الا خليتوها تما بو بحال الحمامة، واللي هي سلالة عين بلاتي ما نهضرش عليها دابا.
دابا عندنا الاسترالوب الازرق والاسود كيف ما كتشوفوا هادو راه شنيبرات باقيين صغارين بالنسبه للناس اللي كيعرفوهم راه كيعرفوا كيفاش كيكبروا كيكونوا زوينين. هاد الاسترالوب الازرق راه كيكون كيولي بحال الراس ديالو كيولي كله في الكري والاخر راه كيولي كحل وكيتميز بالريشه ديالو اللي هي كتعطي هذيك الكحل كيتميز بالريشه ديالو اللي كتعطي واحد اللمعان في الاخضر وكيكون الحجم ديالو زوين. وواحد الحاجه المعلومات الكامله على هاد السلالات وعلى سلالات اخرين ان شاء الله غادي يكونوا مع الاخ سمير هو اللي عطانا هاد النقيلات كما كيقولوا. وان شاء الله كنتمنى يكون فيديو مفيد للناس اللي كتعجبها التربيه ديال الدجاج. بسم الله الموطن الجديد ان شاء الله بالرفاهيه والبنين. هادو عندهم العشه كبيره كيف ما كتلاحظوا جبناهم هادو باقيين صغارين. دابا عندنا هنايا ثلاثه ديال السلالات ناري قربنا نوصلوا للسلاله ديال بويدره. عندنا هنا اربعه سلالات ماشي ثلاثه. اجي بسم الله هادو في الاخر غادي يرجعوا كاملين زورق وكيكون حتى الشكل ديالهم تيكون زوين بزاف غادي يعجبهم الحال. هنايا هادو حتى كيكبروا عاد كيبان الديكور ديالهم ديكور رائع 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 بزاف انا عجبوني. المهم حنا ما جبناش عدد كبير ديال السلالات جبنا واحد العدد قلت انا نجيب الحاجه مزيانه وقليله وكل مره نزيد شويه بشويه حسن ما نمشي نجيب بزاف ديال الدجاج ويبقى هذيك الشيء غير هكا. كنركز على الديكور وعلى السلاله تكون نقيه حتى المصدر ديالها منين جبناها مع المولوع اللي جبناها يعني واحد المولوع اللي هو مولوع ديال بصح كيجيب الحاجه اللي هي الدم كما كنقولوا حنا في الولاعه الدم الحر بحيت حنايا الدجاج نتوما كتعرفوه نزوقوا به المزرعه كيخاص تكون شي حاجه اللي هي زوينه. وان شاء الله كنتمنوا التوفيق وكنتمنوا منكم تديروا معنا. دابا غادي نمشيو نوريكم بويديره على القلده. دابا كل واحد فيكم وشنو كيقول هاد على القلده كيفاش غادي يكون هاد على هاد بويديره اللي بالصباح هو فرعنا راسو بحق كنتحداكم كاملين كاملين عرفتي منين غادي تشوفوا بويديره كاملين غادي ديروا كا 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 وغادي تضحكوا غير لا 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 كاملين تضحكوا ان شاء الله بحيت بويديره شي اشكال. كتسالنا وكتقولوا هذا شنو كيخربق علينا فين هو هاد بويديره. هادو ماشي بويديره هذا الانتاج المحلي ديالنا هادو هما اللي جينا النهار الاولاني ولقيناهم في المزرعه غير متلوقين ماشي جايبهم باش نحبسهم. شتي هادو ما تحبسهمش والله وغادير لهم الفولاد. المهم شديناهم بالليل على حساب كنا ضاربين بالحساب اليوم غادي نديروا التعقيم باش تاهما عملنا لهم الفاكسان ديالهم وهادي وغادي نسقوهم. هادو مستحيل انك تسجنهم وما حيت فين ما سجنتيهم غادي يخرجوا صعابين بزاف. المهم تلقناهم هنايا على الله يبقاو يجيو لهنايا جلسوا مع هاد الفريقات. دابا غادي نمشيو غادي نوريكم بويديره يلا معنا عند على القلده. المهم اخوتي جا الوقت ديال بويديره غادي تبودر علينا هنايا بويديره ماشي ديال العشاء ولا ديال القفاص ولا بويديره غادي يولي شريكي صافي ريح معايا في المحل ما كاينش فيها. المهم قبل ما نمشيو لعلا القلده غادي نمشيو للحريم ديال علا القلده. دابا كل واحد كيتخايل والله الا شو قسما بالله هاد الفروج هذا انا بعدا عجبني عشقته واحد العشق عرفتي ملي شفته عند مولاه وعشقته مع تا هو شاري بالعشق بقيت قلت له شوف الا ما ديتش بويديره والله ما ندي شي حاجه. تحيه لخويا سامر نبداو بالحريم ديال بويديره سيرامي اي 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 سلاله ديال سيراميا. في الفيديو انا بيدي كنت شفتهم في الفيديو ما كيبانوش مزيان راه كيبانو كبارين راه قدهم قد الحمامه هادو راه كيبيضوا يعني راهم بالغين. ايه رده فعل خلينا نشوفوا رده فعل ديال زويزو غادي نشوفوا شنو غيوقع. زويزو خصك تولف معاهم الله يرضى عليك
انت راه ما عزتك بوحديتها ما نقدرش نفرط فيك، وهادو راه عاجبيني حتى هما اجابه ديالي خليهم معنا، هادو غادي تولف معاه. المهم اول حاجه خصني زويزو يولف معاهم ضروري. اه واحد جوج ثلاثه بوي ديرا، يلا بوي ديرا. وباش زوينين حنانين وحنانين بزاف، عرفتي كيبقى يخلف واحد خلفه، غادي نحاول نبعد عليه النتوات ديالو باش يتباو دار علينا. نحاولوا نخليوه نحاول غير نحركو غير غيشوفهم كيتحركوا غادي يتباو دار علينا. بوديرا المهم بغيت نعطيه هاد السميه راه جايه معايا، يا اما بوديرا يا اما على القلده. بغيتكم تقولوا لي ها هو بدا كيعوض الفورمه ديالو، بغيتكم تقولوا لي شنو السميه غادي نديروه، حيت هو غادي يكون صديق القناه وغادي يبقى يبان في معظم الفيديوهات حيت غادي يكون معايا. فريريز زويوز انا كتشوفو انا عشقته الصراحه، اللهم بارك. بغيتكم كاملين تصليو على النبي مع جوج ديال الجوجات ديالو. ايه بوديرا بوديرا ايه 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 اللهم بارك. خصكم ملي كيكون في النشاط ديالو كيكون وكيكون كيتسبوز على الحريم ديالو راه كتولي فيه واحد الفورمه يا سلام بلا ما نقول لكم. يلا بوديرا بوديرا لا 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 اي اي ابو ديرا اي اي مالك مالك زويزو دابا داير لنا الروينه كتعرف مع الغيره وشايفني انا فرحان. بويديرا عرفتي راه القلب ديالو غيطرطق كيبقى يبقاو كيدير ديك كيقنص عليه بحال راه غادي يصيدو. عجب بويديرا اش. المهم اخوتي كنتمنى هاد الفلوق ديال الدجاج يكون عجبكم، ومهم الى عجبكم المحتوى ديال الدجاج ان شاء الله باقين غادي نديرو فيديو بجميع المعلومات وبزاف ديال السلالات عند الاخ سامي ان شاء الله، راه وعدني بانه غادي نطلع نعمل معاه ديو تما على الدجاج، وان شاء الله غادي يكون فيديو في المستوى. والجوجات ديالنا انتم غادي تتابعوا معنا المراحل ديالهم وغادي نتابعوا ان شاء الله يكون انتاج زوين، وباقيين غادي نسافروا وغادي نجيبوا سلالات اخرين من مدن اخرين. راني منسق مع شي دراري ان شاء الله غادي نمشي عندهم، وإذا كان شي واحد عنده شي سلالات اللي هما زوينين وقلالين عندنا في المغرب نمرة الواتساب ديالي هي في صندوق الوصف، تواصلوا معايا اللي عنده شي حاجه صيفط لي في الواتساب ان شاء الله ويكون الخير. المهم حتى لهنا والفيديو ديالنا غادي يسالي وخليتكم على خير وبخير، كنتمنى منكم تدعمونا لايك وابوني والى اخره وديك التواجد انتم عارفين. نتلاقاو في شي فيديو اخر، السلام عليكم.